السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المميزين، طلاب الأذكياء، الطلاب الشطار، ربي يوفقكم إن شاء الله وأشوفكم بأعلى المعدلات، ربي يحفظكم إن شاء الله وأشوفكم بالمكانات الراقية والامتيازات اللي تستحقونها والمكانات اللي تليق بكم. موضوعنا كالعادة موضوع سهل، موضوع بسيط، موضوعنا مميز. عندنا إحنا العرب نقول الشغلة صارت بالماضي، أو الشغلة تصير الآن بالحاضر، أو الشغلة راح تصير بالمستقبل. إذن الإنجليز والأجانب أيضا عندهم تعابير يسولفون عن شغلة صارت وشغلة تصير وشغلة راح تصير بالمستقبل، لذلك أيضا عندهم أزمنة حاضر ومستقبل وماضي. إحنا عندنا ماضي ومستقبل وعندنا حاضر وعندنا أمر وعندنا كلهم نفسهم بالإنجليز، هم هم بشر هم يتكلمون هم عندهم نفس الشيء. أخذنا زمن المضارع البسيط وأخذنا زمن المضارع المستمر وأخذنا زمن المضارع التام. زين إذا أرادوا يسولفون عن شغلة صارت بالماضي شو راح يعبرون؟ موضوعنا اليوم هو اسمه Past Simple. Past يعني ماضي، Simple بسيط، الماضي البسيط يعني شغلة صايرة بالماضي وأريد أسولف عنها. هذا الزمن تقدر تستخدمه إذا أردت تسولف عن شغلة بالماضي صايرة، تمام؟ بس صايرة مستمرة تامة، جاينا خطار، رايحة البيت قريب، المهم الشغلة صايرة بالماضي وخلاص، ماكو ما تذكر منتهي او لا، زينه او لا، شنو وضعيتها، شنو البيها، ماكو لا ابد لا تذكر هذه الاشياء نهائيا. كل اللي عليك حتى تعبر عن شغله بالماضي وبس. مثلا I was a worker 4 years ago، كنت عامل 4 سنوات مضت، قبل 4 سنوات مضت انا عامل مو مدرس، كنت عامل. زين هذا تعبير. He was a good player yesterday، هو كان لاعب جيد البارحة. البارحة كان لاعب جيد، يجوز اليوم مو بالأداء اللي يسمح انه نقول جيد. They were in the hospital last week، هم كانوا في المستشفى الأسبوع الماضي، لكن الآن هم بالبيت. زين ما ذكرت ايش قد طولوا بالمستشفى وشنو الحالة اللي عندهم وليش وشنو التفاصيل، لا خلاص هم كانوا الأسبوع الماضي كانوا بالمستشفى وبس. علي played football very well، علي لعب كرة القدم بشكل جيد، لعب فعل ماضي مبني على الفتح، إذن صارت اللعبة وانتهت، فهو لعب كرة القدم بشكل جيد. عادل انتهت فوزهم خسارتهم مصاب وطلع، ما ذكرت كل شيء، أنا ذكرت إنه تعبير بس حتى سولف عن شغلة بالماضي وخلاص. Sarah went to her grandma، سارة ذهبت إلى جدتها بس. He see a nice film last night، correct. هذا هسه نجي نحل إن شاء الله. إذا شوف الجمل ثلاثة فعل مساعد عندي was where، استخدمت ثلاث جمل حتى سولف عن شغلة صايرة بالماضي بوجود فعل مساعد، وأشوف جملتين ماكو فعل مساعد مباشرة عندي فعل رئيسي، تمام؟ المضارع البسيط استخدمت is am are، الماضي مال is و am was، الماضي مال are where. زين الشغلات اللي كانت تاخذ is و am راح ياخذ was، الشغلات اللي ياخذن ار راح ياخذن وير. يعني هي شي ات اي ياخذن ووز، ذي وي يو او اسم جمع راح ياخذ، كان ياخذ ار صار ياخذ وير، من اللي سولف عن الماضي ياخذ وير. زين اشوف هذا الجمل ما بيها فعل مساعد، ما بيها فعل مساعد، اجي مباشره صرت اسولف عن شغله بالماضي، ورد اسولف عن شغله بالماضي، ما اجيب كلمات من عندي واخبط وخليها وتصير لك جمله، لازم تمشي على قاعده. القاعده هي تقول لك فاعل was aware زائد تكمله، شوف فاعل was aware تكمله بالثلاث جمل. القسم الثاني بالتعبير عن الماضي البسيط، شوف فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة، فاعل
زائد فعل ماضي زائد تكملة. فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة، ما بيها مفرد وجمع. المفرد ياخذ فعل جمع، ياخذ فعل ماضي، والجمع ياخذ فعل ماضي. يعني مثلا اذا قلت ساره نفس الشيء، واذا قلت ماي فاميلي عائلتي كلهم نفس الشيء. فانت بالحالتين اذا مفرد او جمع تخلي وراها فعل ماضي اذا اردت تعبر بدون استخدام الفعل المساعد. هذه قاعده. زين استاذ، انا مرات اذا اسولف عن شغله مثل علي لعب بشكل جيد هنا، وردت اقول ما لعب بشكل جيد، او ردت اسال اقولهم علي لعب بشكل جيد لو لا، حتى يسولفوا لي حتى يجاوبوني، معناها عندك نفي وعندك سؤال. طريقه النفي وطريقه السؤال واحنا ماخذينها وقايل لكم قاعده ببالك تخليها، انه اذا عندك فعل مساعد كل الكفخ براس الفعل المساعد. اذا ما عندك فعل مساعد وقت الماضي البسيط اذا تذكرون جبنا دو وداس، جبنا دو داس، هذه دو داس وقت الماضي البسيط تذكرونها. التصريف الثاني مالهن اثنينهن ديد، الثالث دان. زين التصريف الاول مضارع، التصريف الثاني ماضي، التصريف الثالث ما لنا شغل معه، ما راح نصب ما وصلنا هسه. زين استخدم مالت المضارع ولا مالت الماضي؟ استخدم مالت الماضي. تمام، من عندي فعل مساعد بس اخلي له نوت واكمل، بس اذا ما عندي فعل مساعد احتاج فعل مساعد حتى اخلي له نوت ويصير نفي. فاعل زائد ددنت، شوف جبت الدد هالمره، دد نوت، زائد فعل مجرد، من شد اجيب الدو داز احذف الاس واسوي الفعل مجرد. هسه من انا بدي اسولف عن الماضي، من اجيب الددنت اسوي الفعل مجرد. ردت اسولف عن سؤال، عندي فعل مساعد اقدم الفعل المساعد على الفاعل. ما عندي، والحاله اللي تصادفني ما عندي فعل مساعد فقط فيها الماضي البسيط والمضارع البسيط، فقط فيها الماضي البسيط والمضارع البسيط. اذا ترجعون على زمن المضارع البسيط راح تلاحظ انه عندي قاعده بها فعل مساعد وقاعده بدون الفعل المساعد. من جيت احل اللي بدون الفعل المساعد جبت دو داس. هسه بالماضي نفس الشيء، من اريد احل جمله ما بها فعل مساعد اجيب دد، لان هي الماضي مال دو داس، مثل ما جبت ووز وير اللي هن ماضي لدني. زين سؤال قدمت الفعل المساعد على الفاعل. زين الجمله الثانيه ما بها فعل مساعد، راح اجيب فعل مساعد دد زائد الفاعل زائد فعل مجرد زائد تكمله. هذا بالنسبه للمثبت السؤال النفي. اكو كلمات تجيني حتى تقوي معنى الجمله نسميها الظروف. كلمات هي yesterday معناها البارحه، ago معناها مضى، last معناها السابق، من اقول last day اليوم السابق، last month الشهر السابق، last year السنه السابقه، او تاريخ يدل على الماضي، تاريخ قبل تاريخنا هسه، تاريخ بالماضي، زمن بالماضي. زين نجي نطبق هاي القواعد على هاي الجمل. شوف عند الجمله الاولى قايل لي نيجيت، نيجيت يعني انفي، كويشن يعني سؤال، قايل نيجيت انفيها. النفي هو وضع نوت بعد الفعل المساعد. I was نوت، خليت نوت بعد الفعل المساعد. اكمل الجمله هي ما يحتاج اكتبها، ما يحتاج اكتبها لين تنزل. وين خليت؟ بس خليت نوت بعد الفعل المساعد. زين. الثانيه قايل لي كويشن، يعني اصنع سؤال. صنع السؤال تقديم الفعل المساعد على الفاعل. وانا الجمله عندي فعل مساعد. اجي was he a good، واكمل الجمله question mark. نفي خليت نوت، سؤال قدمت الفعل المساعد على الفاعل. الثالثه هذه اذا اردت تنفيها خلي نوت، اذا اردت تسوي سؤال اقدم الفعل المساعد على الفاعل. اذا جتك جمله منفيه وبيها نوت they weren't هيج، وقال لك اصنع لي سؤال تقدم الفعل المساعد على الفعل، يعني تصير where they not، ما يصير تقول weren't they. تمام، قدم الفعل المساعد ومالك شغل بالنوت، انت شغلك بالفعل المساعد.
نفي أخلينه نوت. سؤال أقدم الفعل ومساعد الفعل. ما لي شغل شنو بعده؟ هذا بالنسبة لهذه الجمل. زين. هذا بالنسبة للقاعدة اللي بيها فعل مساعد هذه. زين. إذا ما عندي فعل مساعد وجتني جملة. ألي. played football very well. نقيته قايل لي إن فيها. شلون فيها؟ لازم يمشي على قاعدة النفي مال بدون فعل مساعد. يقول نزل فاعل وخلي didn't وجيب فعل مجرد تسوي تكملة. ألي نزلت. قال خلي didn't. شو يقول الفعل مجرد play؟ شو يصير؟ هو played يصير play. أحذف الإيدي. هاي الإيدي تحذف. يرجع الفعل إلى أصله. يرجع مجرد إلى أصله السابق. زين. فوتبول يس very well نقطة. تمام لحد الآن؟ زين. هذه الجملة قال لي question. سويها سؤال. سارة went to her grandmother. قال سويها سؤال. السؤال تقديم الفعل المساعد على الفعل. أنا ما عندي فعل مساعد. شلون؟ قاعدة السؤال مالت بدون فعل مساعد يقول did وفاعل وفعل مجرد وتكمله علامة استفهام. did فاعل هو سارة. فعل مجرد عند الفعل went ماضي. الأفعال اللي عندنا تنقسم إلى ثلاث أقسام. بالبداية تنقسم إلى قسمين. قسم قياسي وقسم شاذ. القسم القياسي بس أضيف له إيدي يصير ماضي. نفسه تصريف ثالث. هذا تسمى قياسي. الشاذ هذه تختلف عن هذه. وهاي تختلف عن هاي. ماكو تشابه بينهم ثلاثة. تمام؟ يجوز اكو تشابه بعض الحروف لكن كلمة متغيرة. فأنا من أجيب did لازم أرجع الفعل إلى مكانه. يعني الفعل كان عندي هنا. من جبت did ألغي هذا الفعل أجيب الفعل الأصلي. يعني went هذه شوفها go تصير went بالتصريف الثاني وتصير gone بالتصريف الثالث. أنا ما لي شغل بالجان. عندي went. من أجيب did بالسؤال أو بالنفي من أجيب did شنو راح أسوي له؟ لازم ترجع لأصليتها تصير go. هيك صار الفعل مجرد خالي من أي إضافة ومن أي تصريف وأي تغيير. وأكمل الجملة نقطة. خلاص. زين. هذا نوع من الأسئلة. جانا النوع الثالث من الأسئلة اللي هو تصريح الفعل. He see a nice film last night. يقول لي صالح الفعل بالزمن الماضي. الجملة عندي last night زمن ماضي. أجي أصلح قاعدة. أكو نوت ماكو نوت. أكو علامة استفهام ماكو علامة استفهام. إذن الجملة لا هي نفي ولا هي سؤال. الجملة شنو؟ أصلية. الأصل عندي بي فعل مساعد وبدون فعل المساعد. أكو فعل مساعد ماكو إذا ما احتاج. إذن شغلي راح يكون بهذا القاعدة. فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة. أنزل الفاعل هي. فعل ماضي سي. شنو الماضي مالها؟ شنو الماضي مال سي؟ سي هذه الماضي مالها سيد. أضيف لها إيدي قياسي. لا هي مو قياسي هذه شاذ. الماضي مالها سو. إيش تصير؟ سو صارت فاعل زائد فعل ماضي زائد أنا التكملة a nice film last night. خلاص صلحت الفعل مثل ما طلب من عندي وهيش درجة كاملة. من تريد تصلح الفعل حاول تتذكر إذا قياسي بس تضيف له إيدي. وإذا شاذ لازم تكون أنت حافظ التصاريف. والتصاريف مخليها لكم بشرح الفعل بالشرح اللي سولفت فيه عن الفعل وانقسام الفعل وهيئة الفعل باللغة الإنجليزية. فيديوهات سابقة يعني. زين. إذا ما قدرت تشاسلت انه تروح على الفيديوهات السابقة مالتي روح ابحث بالجوجل اكتب الافعال الشاذة راح يطلع لك كوم افعال. احفظ لك فرد 50 فعل تستخدمه بحياتك اليومية وسهلات عليك حتى
تقدر تحفظ الأفعال. هذا بالنسبة للفعل الماضي وانقسامه إلى فعل مساعد وبدون الفعل المساعد وشلون النفي وشلون السؤال وشلون تصليح الفعل. وتنتبه لها في الفقرة أنه الفعل يكون شاذ لو قياسي، قياسي بس أضيف له يدي، شاذ لازم تكون حافظ اتصالي. هذا كل ما يتعلق بشرح موضوع الزمن الماضي لكل الطلاب مبتدئين أو يحتاجون بدراستهم. أشوفكم فيديوهات ثانية ومواضيع ثانية في مالها.